فوصلا بما سبق، قلنا الإسرائيليات لا تكذب كلها ولا تصدق كلها، فلربما كذبنا ما هو صادق، ولربما صدقنا ما هو كاذب، لأن الإسرائيليات على ثلاثة أنواع. فالأفضل لنا أن نأخذها على سبيل الحكايات، نحكيها للناس، فإن كان في جوانبها حكمة استفدنا من الحكمة، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها لينتفع بها ويستفيد منها، فهو أحق الناس بها. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقالوا في قصة ولدي آدم قابيل وهابيل والنزاع والخلاف، جاء في الإسرائيليات أن الله عز وجل نادى على قابيل: يا قابيل ماذا فعلت بأخيك وهو أعلى وأعلم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عن وجهه مثقال ذرة. نعم، أحاط بكل شيء علما، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه وتعالى. نعم، يعلم مسقط القطرة ومقرها، ويعلم مسحب الضرة ومجرها، سبحانه وتعالى. يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير. يا قابيل ماذا فعلت بأخيك؟ قال: أنا ما فعلت به شيئا. قابيل، تحس كلمة قابيل فيها غلظة، فيها غشم، فيها جهالة، حتى لما تحب تقول قابيل تلاقي خشمك تملي. قابيل غير هابيل، فيها يسر، فيها بساطة، فيها سماحة، فيها انسيابية، فيها سهولة. أيوه، سبحان الله. قال: أنا ما فعلت به شيئا، فاسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى. قال: إن الأرض ضجت واستجارت بي، وقالت لي: يا رب سفك على ظهري دماء محرمة. وأعجب ما في الأمر أن هذه أول دماء تسفك، وأول جريمة قتل تتم في الوجود. ولذلك فأصبح من الخاسرين، في خسارة عاجلة وفي خسارة آجلة، في مقابلها في فرحة عاجلة وفي فرحة آجلة. احنا في رمضان، المؤمن عندما يجلس ويحين وقت الإفطار ويوضع أمامه ما تيسر من الطعام أو ما لذ وطاب، تجده في حالة فرح. فرحان ليه؟ هو راح يفطر، هيتفتح له باب الحرية. ما صام عنه والتزم بعيدا وكمم فمه، الآن يباح له يأكل ما يشاء من الطيبات ويشرب ما يشاء من اللذائذ. عبر عن هذه الأفراح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. في فرحة عاجلة هيفطر خلاص، هيطلع من حالة السجن والحصار اللي هو فيه، هينطلق،
هات اللي فاتك يا أبوك. طب وفي الآخرة ثواب، ده هيدخل من باب خصص للصائمين بس، يسمى باب الريان، باب في الجنان يسمى باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فمن حقه يفرح في الآخرة. مش احنا قلنا الصيام والقيام مش كلام نحن، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام والقيام والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام يقول يا ربي أنا منعته الطعام والشراب والشهوة الحلال، والقرآن يقول يا ربي وأنا منعته النوم ومنعته الراحة ومنعته كذا وكذا. نعم. طيب في مقابل الفرحتين خسارتين نالهما قابيل وكل من يسلك مسلك. الخسارة الأولى أن الله جعل أباه يغضب عليه لأنه قتل أخاه، وخسر أخاه السند الظهر النصير الظهير. أنت ممكن ابنك يموت ربنا عوض عليك، ممكن مراتك تتوفى ربنا يبدلك بزوجة مثلا، يعني الأب ممكن يموت هيقطع بيك أيوة، ولكن الضربة القاسمة عندما تفقد أخاك. ده وانت ماشي في السكة لما تتعثر ولا تتعتر تقول أخ، طلع وحدها لا قلت أب ولا قلت ابن، قلت أخ. وشوف حتى القرآن بيقول ايه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. يا شوف القرآن عايز يجيب لك صورة البشاعة، إن ده ما كانش فيه عقل خالص، ما كانش فيه مثقال ذرة من الدين تقتل أخوك. وعشان مين؟ عشان أختك، ما دي أختك ودي أختك، وبعد كده أنت بتعصي الله وبتعصي أبيك آدم، وآدم هو أول الأنبياء، أبو الخلق هو أول الأنبياء. يا سبحان الله، أيوة الأساس بتاع الخليقة أبونا آدم، أي سبحان الله. فالقرآن دقيق في ألفاظه. ماذا فعلت بأخيك يا قابيل؟ قال ما فعلت به شيئا، قال إن الأرض قد ضجت، اشمأزت، اهتزت، غضبت، سخطت، تزلزلت، وشكتك، وقالت يا رب سفك على ظهري دم حرام. من هنا خسارة آدم، خسارة قابيل في فقده لأخيه سنده وظهره المكافح عنه المدافع عنه الناصر له السند له. الناحية الأخرى أنه نال غضب الوالدين خاصة الأب، لأن رضا الوالد من رضا الرب، وغضب الوالد وسخط الوالد من غضب الرب ومن سخط الرب. إياك والأب، أنت حاول خليه يدعي لك يأمن لك مستقبلك، يدخرك يخليك في الأمان. كلما وقعت وجدت من الله متكئا، كلما ضاقت ظروفك تطلع دعوة من دعاوى أبيك أو من دعوات أبيك، خليها دعوات، من دعوات أبيك تسندك، تعمل لك فتح، تعمل لك سيولة مادية، سيولة في الرزق، تعمل لك قبول عند الخلق، محبة بين الناس، راحة نفسية، تحط رأسك على المخدة تنام، عيالك يسمعوا كلامك، مرتك تبقى عاقلة، ربنا يرزقك بذرية، ربنا يخليك مستور ما تحتاجش حاجة. ده كل ما ليهش طريق غير رضا الوالدين، غير رضا الوالدين. ولذلك بعد التوحيد رضا الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، رقم حاجة، رقم اثنين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. يا سلام، هو لو الموضوع سهل ربنا يقول ووصينا الإنسان بوالديه، دلت في القرآن كم مرة دي، ها يا سبحان الله. طبعا فنال سخط أباه آدم وخسر وجود
أخاه هابيل ونال غضب الله فأصبح من الخاسرين، وفي الآخرة ينتظره من الله ما هو أشد وأبقى. وده يوضح لك كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نفس تقتل، أي حد يموت مقتول، ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم كفل من دمها، نصيب من دمها، جزء من دمه، جزء من الزم، إلا وعلى ابن آدم الأول اللي هو قبيل كفل من دمها. الصحابة استغربوا، يعني لو واحد بيننا دلوقتي قام قتل واحد، ذنب القاتل ده فيه جزء منه هيروح القبيل يا رسول الله؟ قال نعم. طب بيننا وبين القبيل احنا آلاف السنين. قال لهم لا، ده سارية المفعول إلى يوم القيامة، ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دمها. ليه يا رسول الله؟ قال لأنه أول من سن القتل، أول واحد عرف الناس القتل، أول واحد اتجرأ وهدم بنيان شيده الله، قتل نفسا خلقها الله. طب هو قتل النفس يجوز؟ يجوز أيوه، بس في حالات، بشروط. الشروط دي موجودة في سورة نهايات سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قالوا متى يقتل الإنسان؟ إذا قتل واحد، قتل واحد ومسكوه ودوه النيابة، عرضوه على ولي الأمر، القاضي حول ورقته للمفتي، ولما استوثق بالشهود إن ده اعتدى على ده، ده هدم بنيان ده، ده قتل ده، كده في حكم يقين، ايوه القاضي المفتي يأشر عليه، يركبوه الطب ليه ولبسوه البدلة الحمراء ياخذ اعدام، من قتل يقتل، ده قصاصا، ده قصاصا. طب مين يقتل تاني؟ الثيب الزاني، من سبق له الزواج وارتكب جريمة الزنا وفيه 4 شهود شافوه، يرفع أمره لولي الأمر الحاكم، ياخذوا فيه قرار، لو فيه شريعة تحفر لهم حفرة ويكتفوه من الخلف وروحوا مساقطين في الحفرة، واللي حب النبي لقى على الحجر يرجم بعد ما كمية الحجارة تطلع ويتأكد إن دمات، يرفع الحجارة ويخرجوه، خلاص أقاموا عليه الحد، يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين وقد تاب إلى الله فغفر له ذنبه. الرجل بس؟ لا، الرجل والمرأة، المرأة شوف، الثيب الزاني، إنما لك اسمه البكر، لك هالبت ما تجوزتش اسمها البكر، لذلك ما ترجمش، لا تتحبس، تضرب، يحصل معها شيء لغاية ما ربنا إيه يعني، كان زمان يحبسوها حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، لا خلاص خلت حقها في الإهانة والضرب والول، جالها عدلها تتكل على الله، جالها من يقبل الوضع ويسترها يكسب فيها ثواب على بركتنا، إنما مش بالغش والترقيع والحالات اللي بتسمع عنها دي، لا لا، وفق شرع الله عز وجل. طب وإن كان شاب أعزب لم يسبق له الزواج وزنى، يتقبض عليه ويجلد 80 جلدة في مجمع الناس، مش ندخلوه في أوضة مظلمة وندوه قتل جوا، لا، احنا عايزين يبقى عبرة الغير، ده يتكتف ويوضع في مكان عام ويعلن إعلان رسمي للناس، تعالوا يا أخواننا الساعة 9 صاحبنا الزناوي ده هنقيم عليه الحد، ويجيب واحد يكون صحته متخصص الجلاد، وكل حاجة لها شروط،
حتى نوع الكرباج اللي يضرب به، نوعية الجلد لما يجي يرفع ايده بالبتاعة دي، في سمك معين ومقاس معين يترفع، وفي فرق بين الجلدة الأولى والجلدة الثانية، وهو يبقى عاطي وشه ومتكتف وموسوق يضربوه على ظهره ويأخذ 80 جلدة، 79 منفعوش حتى لو هيموت. ليه؟ ده حد من حدود الله. يبقى الثيب الزاني تقتل، ماشي، ومن قتل يقتل. احنا قلنا 3 من ضمن الحقوق التي يكون فيها القاتل. الثالثة المرتد التارك لدينه المفارق للجماعة، الجماعة المسلمة. رجل مسلم معانا وقال يا اخواننا انا عانزكم، طلعت برا الاسلام، يتمسك يترفع امره لولي الامر الحاكم، الحاكم يامر بسجنه في غرفه ويقدم له رغيف وكوب ماء كل يوم لمده 3 ايام، يستتاب، ان تاب ورجع خلاص ان عدتم عدنا، ان كبرت معه وقال انا ما نرجعش. لا، الاسلام مش لعبه، لا، اعطي الفرصه 3 ايام وما رجعش يقتل. هذا نلعبه؟ امال ليه سيدنا ابو بكر حارب المرتدين؟ ده المرتدين دول حاولوا يمنعوا الزكاه بس، يعني قالوا الزكاه احنا كنا هنادوها للنبي، النبي مات، ابو بكر يقول هاتوها، ده ربنا بيقول في القرآن لنبيه خذ، يبقى هو اللي ياخذ. طب يا اخوانا ما خليفة رسول الله يطبق نفس الكلام، العملية ماشية، ها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. سيدنا أبو بكر قال لا، الله اللي ما أدوا لي زي ما كان بيأدوا لرسول الله، ده صالح الدولة الإسلامية، صالح الأمة، والله لو قاتلنهم. حتى سيدنا عمر يوميها قال له طب يعني أتقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ طب ما هم هيصيموا وهيصلوا والقبلة واحد ويقرأ القرآن ومعانا وإخواتنا، هم بس امتنعوا عن عملية الزكاة يا أبا بكر، أتقاتل من يقول لا؟ قال نعم يا عمر، النهاردة يفرطوا في الزكاة، إن سكت أنا بعدها فرطوا في الصلاة، بعدها يفرطوا في كذا وكذا، يبقى الدين هيتبخر وهيبقوا قدوة لغيرهم. الله لا أقاتلنهم، لو كانوا يؤدون إلى رسول الله عقال بعير، عارف سمرة الحبل اللي نعملوها قيد للربعية، ها، أيوه، لو منعوني إياها وكانوا يؤدونها إلى رسول الله، والله لأقاتلنهم على عقال بعير. سيدنا عمر أبى في الأول، فالآخر قال ولكن صدر شرح لما قاله أبو بكر، وشارك سيدنا عمر. سيدنا خالد بن الوليد هو اللي قاد المعركة دي. سيدنا أبو بكر قال أنا عنيش فيهم من الوساوس بخالد، اذهب إليهم يا خالد. راح سيدنا خالد رباه وأعادهم للدين. حرب المرتدين، حرب الردة الذين ارتدوا عن أداء الزكاة. فما بالك بمن يترك الدين كله، يقول لك أنا كنت عشية مسلم والنهاردة مش مسلم. لا يا حبيبي، ادخل الحمام ازاي خروج؟ لا، الدين ده واضح، اللي يرتد يقتل عشان ما حدش يفكر يقتدي بيه ولا يقول لك اعمل زيي، لا، بس يستتاب. طب مين اللي يقتله؟ ولي الامر، مش انا ولا انت، لا، ولي الامر الحاكم، الخليفه، الامير، الرئيس، القاضي، المامور، مدير الامن، المحافظ، المناصب دي هو اللي مسؤول، هو اللي يقيم عليه الحد، انما انا وانت هي فوضى، هي فوضى. حتى لو كان قاتل من جماعتي، ايوه، السلم فيه اجراءات في الدوله المدنيه، يتقبض عليه ويتحول للنيابه والتحقيقات، وبعد كده يترفع امر القاضي والقاضي ياخذ فيه الحكم ويترفع امر المفتي وهكذا. انما الناس يخلصوا مع بعضهم وتبقى فوضى؟ لا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. فيه يا ابن الحلال حكومه، فيه مسؤولية،
دول اللي نفذوا، انما انا وانت ننجو براحتنا. انت عارف ده السر الخطير بسبب استمرار الثأر ان احنا هننجو. انما لو ماشي العمليه صح وندوا بعضنا فرصه، فلان قتل فلان، العين الصافيه شافت، الشهود اكدوا، يتقبض عليه، ترفع امر الوكيل النيابي، الوكيل النيابي يحقق معاه، يرفع امر القاضي، القاضي ياخذ فيه الحق، كانت الامور ترتاح. انما بيت فلان قتلوا واحد من عيله علان، لا واحنا ولدنا هين علينا، ده احنا ناخذ المجمع اللي فيه، يضربوا لهم طالب في طب، طالب في حقوق، مستشار، وكيل نيابه، ضابط، واد يكون عليه العين، ودول ينقوا ودول ينقوا ودا يرد ودا يرد. انما كده ولكم في القصاص حياته يا اولي الالباب، من قتل يقتل، كانت انتهت الحدوت. انما عشان احنا ندخلوا مع بعضين عندي في الصراعات، انت ميتك عادي ما يموتش، عايز تختار اللي في البغاز، تجيب اللبه، تجيب انظف واحد، واحد يقول لك انا ما يسدوش في ولدنا ولا حتى 10 انفار، وده الكذب بقى والصلف والغرور وقله الدين والجاهليه. لا، هو واحد قبل واحد بس، النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والجروح قصاص. انت راجل مسلم تستظل تحت ظلال الشريعه، هي اللي تفصل، هي اللي تحكم، هي اللي تجيب لك حقك. معنى مسلم يا اخوانا انه استسلم لامر الله، مسلم يعني استسلم لامر الله عز وجل، هذه معنى مسلم. اما المسلم ازاي انت وهتنقي وهتعمل وتسوي وتروح وتيجي وتصول وتجول؟ فاش. يبقى احل قتل النفس في 3 مواقف، من قتل يقتل، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعه، جماعه المسلمين، امه المسلمين، لاهل الاسلام، وهكذا الحال. المهم أن الأمر وضح ووصل أبونا آدم وسأل عن ولده فأنكر قبيل. وقالوا أيضا في الإسرائيليات أن الأرض كانت تشرب الدماء. بعد هذه الحادثة أصدر الله أمره إلى الأرض ألا تشرب الدماء لغاية الوقت. لو دبحت زرزورة الدم يقعد. حوادث السيارات على الأرصفة بعد الحادثة وينقلوا العربيات وياخذوا الناس، انت تعدي تلاقي آثار الدم قاعدة زي ما هي، خلاص الأرض ما تقبلش أي دم من بعد الموضوع ده، لأن قبيلة بجح وقال طب قتلته ودم سال، وين دم؟ كانت الأرض شربت، ما فيش دليل، لا خلاص انتهى المشوار. سبحان الله، شال أخوه قعد به سنة في بعض الروايات، عارف شو يعمل فيه. المهم قاعد تحت شجرة، ربنا حب يلم في المشوار يستر الأمر، بعت غرابين قعدوا يلعب مع بعضهم، في الآخر اختلفوا، فقام غراب فيهم راح قتل غراب وراح حفر له، بعد ما ماتوا راح دافنه. هو قاعد قبيل لقط الصورة، فهم إن دي رسالة ليه، فراح قايم حفر وراح حط أخوه راح دافنه. يبقى لغراب أستاذ لبني آدم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حتى الإغراب هو الطائر المظلوم معانا، اللي يحب ينكش واحد أسمر اللون يقول له أنت غراب فقري، ما وواحد يستفال من الإغراب، يكون طالع ويلاقي إغراب قبله على الفرع كده وقاعد يصدر صوته يقول لك بس أبان اللي فيه، هي والله ما طالع نطلع روحوني يا عم الحات، ما تلقاني صاحبك، ما تبقى صبحية زي الإغراب. رغم ان علماء الاصوات وارباب المقامات بيقول لك صوت الغراب من اجمل الاصوات. وعلى فكره الغراب مع الغرابه اللي هي الحدايه ولا الانثى قصه محبه قل ان توجد عند بني ادم، عند وفاء لمراته وعند محبه وعند ولاء وصون العشره ووفي، ما يلخبطش ما يخونش. الغربان احنا نستفيد منه، وجماعة الشعراء القدامى والمعاصرين يعني قالوا، يقول لك احد من غراب لانه هو شديد البصر، بصره شديد جدا، ويقول لك ده يا عم ده لقي بلحة الغراب
لأن الإغراب فوق على النخيل بينقي المطايب، ياكلش أي بلح، ده يدخل في الزباط ينقي الحدى الدبل، الحدى السبيسيال، الحدى الخاص يكون فيها كل الشروط، زاهية اللون، مجمعة، طايبة، طعمها حلو، مش عارفيها، هينقي. ولذلك ضرب به المثل، ده الإغراب ده عايز لحدوته وحده. لكن يكفي أن الذي علمنا ستر الميت وإكرام الميت الغراب. هو لو غرب ما ليش درجة في الفضل، ربنا يذكر في القرآن: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، وأصبح من النادمين. سبحان الله، الغراب ده علمنا دروسا وفهمنا تفهيما ولفت أنظارنا إلى قضية إكرام الميت دفنه. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتقبلنا قبولا حسنا يا حنان يا منان. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام أنتم بخير.